اهلا وسهلا بحضراتكم في سابع حلقه من حلقات السلسله اللي فيها نتعرف على كليات وبرامج جامعه بني سويف الاهليه. ولو كنت متابع معانا على مدار الست حلقات اللي فاتوا فهتعرف ان احنا خلصنا كليات القطاع الطبي وبدانا في كليات قطاع الهندسه والعلوم الفيزيقيه، وكانت اول حلقه في القطاع ده هي حلقه كليه الهندسه. والنهارده جايين نتكلم عن تاني كليه من كليات القطاع الهندسه، ودي كليه من اكتر الكليات اهميه في عصر التكنولوجيا اللي بنعيشه دلوقتي، وهي كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي. الكليه دي مش بس بتفتح ابواب كتير لمجالات شغل متنوعة، لكن كمان بتدينا الفرصة اننا نكون جزء من المستقبل اللي بيتكون قدام عينينا، من تطور الذكاء الاصطناعي لحد تأمين البيانات، ومن تحليل البيانات الطبية لحد اختراع تكنولوجيا جديدة، وكل ده بنلاقيه في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. النهاردة هنتكلم اكتر عن الكلية دي من جوه، وايه هي الاقسام اللي موجودة فيها، وكمان ازاي بنقضي سنين الدراسة، وايه هي المواد اللي بندرسها، وايه هو نظام الامتحانات. فلو انت مهتم بالمجال ده تابع معانا الحلقة في الاخر، ويلا بينا نبدأ. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بيدخلها الطلبة الخاصة على الثانوية العامة سواء كان علم علوم أو علم رياضة، بس بيبقى في حاجة زيادة لطلبة علم علوم، وهو إنهم بياخدوا في الترم الأول في الكلية مادة اسمها ماث صفر، ودي بتبقى عبارة عن منهج الرياضيات اللي أخدوا طلبة علم رياضة في الثانوية العامة. هي حاجة كده علشان كل الطلبة يبقى عندهم نفس المستوى من المعلومات، يعني ما تصدقش حد بعد كده يقول لك حاسبات لعلم رياضة بس. هو أول ترم اللي بيبقى فيه مادة زيادة عند علم علوم، وبعد كده الكل هيبقى متساوي، اللي هيفرق بس اجتهادك ومذاكرتك. وبالاختلاف عن أغلب الكليات اللي بيبقى اختيار القسم فيها أو التخصص في السنين الأخيرة، كلية الحاسبات والمعلومات هتتخصص من أول سنة. وعندنا في الجامعة ثلاث أقسام، وبيبقى التشابه في المواد بتاعتهم في أول سنتين دراسيتين كبير جدا، ومن سنة ثالثة بيبدأ كل قسم ياخد مواد أكثر تخصص في المجال بتاعه. يلا بينا نتعرف على كل قسم، وإيه هي المواد اللي هتدرسها في الترم الأول، وإيه هي الفرص المتاحة ليك بعد التخرج. وهنبدأ بأول قسم، هو قسم هندسة الأمن السيبراني، وده قسم مخصص لحماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الإلكترونية. يعني مثلا لو حد حاول يخترق حسابك البنكي أو يسرق معلوماتك أو بياناتك الشخصية، المتخصصين في الامن السيبراني بيبقوا موجودين علشان يحموا بياناتك ويحافظوا عليها ويمنعوا الهجمات الالكترونيه. يعني باختصار القسم ده بيعلمك ازاي تبقى حائط الصد الاول لاي نوع من انواع الهجمات الالكترونيه. مجال الامن السيبراني مجال كبير جدا ومش هقدر اقوله لك كله، بس ممكن نقول لك بعض المجالات اللي هتقابلك، زي تحليل نقاط الضعف والثغرات وتطوير الحمايه وامن التطبيقات والمواقع. اما لو هنتكلم عن المواد اللي هتاخدها في القسم في الترم الاول، فعندك تقريبا 6 مواد، واول ماده معانا هي الفاندمنتال اوف كمبيوتر، ودي عباره عن اساسيات الكمبيوتر، وهتعرف فيه الحاسب بيتكون من ايه وازاي بيشتغل، وكمان هتعرف اساسيات البرمجه والسوفت وير. تاني ماده معانا هي الساينتفك ثينكينج او التفكير العلمي، ودي الماده اللي هتعرفك ازاي تفكر بطريقه منطقيه علشان توجد حلول لاي مشكله. تالت ماده هي ماده الالكترونكس، ودي هتفهمك اساسيات الدوائر الالكترونيه الموجوده في الحاسب، وكمان بتعلمك ازاي تصمم دوائر بسيطه، يعني تقريبا فيها شبه من فيزياء ثالثه ثانوي. رابع ماده هي الانجليش، وخامس ماده هي حقوق الانسان، وسادس واخر ماده هي ماث 1، ودي عباره عن تفاضل وتكامل، وهتكمل فيها على الحاجات اللي اخدتها في الثانوية العامة او اللي هتاخدها في ماس زيرو لو انت علم علوم. حضرتك هتتخرج بدرجة البكالوريوس في تخصص الامن السيبراني، وحقيقي فرص العمل هتكون كتير جدا، زي محلل امن سيبراني او مهندس امن سيبراني او مدير امن معلومات او استشاري امن سيبراني، وكمان مهندس امان تطبيقات او مهندس امان شبكات. فرص العمل لخريج القسم ده مطلوبة جدا. وبالمناسبة ومن كام يوم تم اعتماد المسمى الوظيفي لخريجي قسم الامن السيبراني، وهو مهندس البرمجيات او سوفت وير انجينير. ويلا بينا ندخل على تاني قسم معانا النهارده، هو قسم الذكاء الاصطناعي. في وقتنا الحالي الذكاء الاصطناعي عامل ثوره كبيره جدا، واكيد مفيش حد فينا ما سمعش دلوقتي عن شات جي بي تي مثلا. القسم ده بيهتم بتطوير الانظمه اللي بتقدر تفكر وتتعلم زي البشر. تخيل معايا كده الروبوتات اللي بتقدر تشخص المرض، والسيارات اللي بتقدر تتحرك لوحدها، وكل ده بيطلع من قسم الذكاء الاصطناعي. في القسم ده هتتعلم ازاي تصمم وتطور برامج ذكيه، بتقدر تتعلم من البيانات وبتقدر تاخد قرار بناء عليها. اما لو هنتكلم عن مواد الترم الاول، فهم تقريبا 7 مواد، وهم نفس مواد قسم الامن السيبراني السته، بالاضافه لماده واحده هي المانجمنت اند ماركتنج. ايوه بالظبط كده، الاداره والتسويق، وده علشان تتعلم ازاي تقدر تدير مشروعك الخاص في مجال الحاسبات، وكمان ازاي تقدر تسوق لمنتجاتك وخدماتك. ونيجي بقى لفرص العمل الكتير اللي هتلاقيها بعد ما تتخرج. وهتتخرج بدرجه البكالوريوس في تخصص الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والقطاعات اللي هتقدر تشتغل فيها شركات تامين البيانات والرعايه الصحيه ومراكز الابحاث والتطوير والمؤسسات المصرفيه وشركات التسويق والاعلام، التجاره الالكترونيه، قطاع التصنيع، قطاع المواصلات. وكمان ممكن تشتغل مهندس تعلم الاله، باحث في الذكاء الاصطناعي، او مهندس رؤيه حاسوبيه، او مهندس معالجه اللغه الطبيعيه، او مهندس روبوتات، او مهندس في الذكاء الاصطناعي، ومهندس بيانات، ومحلل بيانات. وزي ما انت شايف وانا عديت لك دلوقتي، فرص العمل كتيره جدا. ومن غير كلام كتير يلا بينا ندخل على ثالث قسم معانا، هو قسم المعلوماتيه الطبيه. والقسم ده بيجمع ما بين الطب والتكنولوجيا، وبي
بيهتم ازاي نستخدم التكنولوجيا لتحسين الرعاية الصحية، من تحليل البيانات الطبية لمساعدة الأطباء في اتخاذ القرار الصحيح، وصولا إلى تصميم أنظمة تساعد في إدارة المستشفيات بشكل أفضل. وهنا بتتعلم ازاي تدمج ما بين العلوم الطبية والتكنولوجيا في وقت واحد، وده طبعا علشان يحقق فايدة أكبر للمرضى. ولو هنتكلم عن المواد اللي هناخدها في الترم الأول، فمنهم 5 مواد ذكرناهم في القسمين اللي فاتوا، زي فاندمنتال اوف كمبيوتر والالكترونكس والانجليش وماس 1، وما تنساش ماس 0 لطلبة علم علوم والكوميونيكيشن سكيلز. اما عن المادتين الجداد فاول مادة هي الكمبيوتر لو، وتاني مادة هي مادة العلوم الطبية واللي هندرس فيها علمين مع بعض، وهو علم الاناتومي والفسيولوجي. ولو هنيجي لفرص العمل فهي كتيرة جدا، عد معايا بس ما تزهقش: محلل بيانات الرعاية الطبية، مطور تطبيقات الصحة الرقمية، مدير نظم المعلومات الصحية، مدير مشاريع تكنولوجيا الرعاية الصحية، مستشار معلوماتية طبية، اخصائي سجلات طبية الكترونية، مهندس امن المعلومات الصحية، مهندس نظم المعلومات الصحية. واخيرا نكون قدرنا نغطي معاكم الـ3 أقسام. فاضل بس اخر حاجة، وهي نظام الامتحانات. والكلية عندنا زي بقية كليات الجامعة الاهلية بتمشي بنظام الساعات المعتمدة. ولو لسه لحد دلوقتي مش عارف يعني ايه ساعة معتمدة، هسيب لك لينك في الديسكريبشن، كنا عملنا حلقة شرحنا فيها نظام الساعات المعتمدة. بنمتحن على كل ترم بشكل منفصل، وكل ترم عندنا كوزات، ثم ميد ترم، ثم عملي، ثم شفوي، ثم فاينل. وطبعا على مدار الترم بيطلب منك مشاريع واسايمنتات عشان تسلمها. حاول توفر لابتوب، لان غالبا هتحتاج تطبق عملي على الشغل النظري اللي هتدرسه. وفي النهايه حابب اقول لكم ان كليه الحاسبات والمعلومات مش مجرد كليه عاديه، دي بوابه لمستقبل وفرص وامكانيات، دي بوابه لمستقبل مليء بالفرص والامكانيات اللامحدوده. الكليه دي بتفتح لك ابواب لمجالات اكثر تطور، زي تطوير البرمجيات والامن السيبراني وتحليل البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي. المجالات دي مش بس ممتعه ومثيره، لكن كمان بتساعدك انك تكون جزء من التغير اللي بيحصل في العالم. ومش بس كده، الكليه كمان هتنمي عندك مهارات العمل الجماعي والتفكير النقدي وحل المشكلات، وهتعلمك ازاي تكون مبدع وتبتكر حلول لاي مشكله ممكن تواجهك. وده كله بيأهلك انك تكون قائد في مجال عملك وتساهم في تحسين حياه الناس بشكل مباشر او غير مباشر. فلو عندك شغف بالتكنولوجيا وحابب تتعلم عنه اكتر، فكليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي هتكون هي الكليه المناسبه ليك. وبس كده، وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وما تنسوش تشتركوا في القناه، وانتظرونا في حلقة جديدة مع كلية جديدة.